مرحبا بكم. سنقدم لكم في هذا الفيديو أفضل 5 أفلام حربية تم إنتاجها في عام 2021. إذا كنت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب. لنبدأ الحلقة. تدور أحداث هذا الفيلم في إطار من التشويق، وبينما يتمركز جندي أمريكي في روما خلال القصف على الفاتيكان، يتورط سريعا في معركة بطولية على أمل إيقاف شر كبير من تهديد العالم بأكمله. Clouds of change gather. I desire to know how to use weapons like one of your soldiers, Baba. تدور أحداث الفيلم حول قصة واقعية توظف أمنية مهاراتها وأساليبها العسكرية لتدافع عن مملكتها وعائلتها قبل 5 قرون في زازاو والمعروفة بزاريا في نيجيريا. De Duitsers hebben zich ingegraven. Heeft die broer van jou foto's van gemaakt? Ze zoeken hem. We zijn allemaal in gevaar nu. تتلاقى حياة طيار طائرة شراعية وجندي ناري ومجندة مترددة في صفوف المقاومة بشكل مأساوي خلال معركة حاسمة في الحرب العالمية الثانية. You want slick? On the overkant. I'm not gonna die. It's a knell that summons thee to heaven or to hell. في إطار من الدراما والتشويق تنجح 3 ساحرات في إقناع لورا إسكوتلندي بأنه سيغزو ملكا بالمستقبل بمساعدة زوجته الطموحة، فيسعى لتحقيق ذلك النبوءة والسيطرة على مقاليد القوة والحكم. Breaking of my thumbs. Something wicked this way comes. تدور أحداث هذا الفيلم الكوري حول معركة خلال الحرب الكورية. هذا الفيلم يستحق المشاهدة وأنصح بمشاهدته. هنا سنكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس